صباح النور مشاهدينا، واهلا بكم. حلقة جديدة اليوم الثلاثاء 13 اغسطس 2019 بفقرات عديدة ومفيدة ايضا. صباح النور وعد. صباح النور امين، اهلا بكم مشاهدينا. بداية مشوارنا من مهرجان دقة التونسي. من دقة الى لندن وتقرير عن معرض الفنان المغربي ديما وان. من رام الله موضوعنا الطبي لليوم، التقيؤ الدوري اسبابه وعلاجه. وفي فقرة الجسم السليم سنتحدث عن تمارين خاصة لتقوية عضلات راكبي الأمواج. أما في مطبخ صباح النور فطبق جديد إيطالي اليوم مع شاف راسم. صباح النور شاف. صباح النور. صباح النور. اليوم حنسافر على إيطاليا، رح نعمل صلصة بانزانيلا ورح نعمل ريزيتو بالفطر. جميل، تابعوا إذا خلال الحلقة. أيضا سيكون لدينا موضوع وهو عن أخلاقيات التصوير بين المسموح والممنوع، سيكون ضمن فقرة قضايا. هذا موضوع مهم جدا. صحيح. أنا شخصيا أترقبه. تاكسي أوبر لإنقاذ طير جريح، كل التفاصيل معك بعد قليل. وخمس نصائح لزيادة المتابعين على تويتر مجانا. هو موضوع فقرة السوشيال ميديا اليوم. أيضا هذا الموضوع يهمني. صحيح. إلى سلطنة عمان وتقرير عن شلال عين تبرق. ومن عين تبرق إلى الهند، وسنتعرف يا وعد عن العروس في الهند كيف تتحضر لزفافها. واو، يعني مما نراه أكيد شيء كثير مثير للاهتمام. أما الختام أمين، مكياج يخفف من ظهور التجاعيد ضمن فقرة كحل عربي. يعني مواضيعنا وفقراتنا كالعادة متنوعة. صحيح. والبداية ستكون من مهرجان الدقة التونسي الذي تضمن 13 عرضا فنيا متنوعا في النسخة 43 منه. تقرير يضيء على حضور الفن الشعبي التونسي في المهرجان، نتابع. على إيقاع الطبل وأنغامي آلة الزكرة التونسية، افتتحت فرقة العزارة عرضها في المسرح الأثري بدقة. ثلة من الشباب اختصوا في الغناء الشعبي التونسي في نسخة جديدة، حيث يمتزج اللحن القديم بالإيقاع الجديد. احنا نحاولوا بالرؤية هذه متاع انه نحييه، نعملوا رابط ما بين القديم والجديد، ما بين الفنانين اللي صنعوا تاريخ في تونس والفنانين اللي ان شاء الله باش يصنعوا تاريخ متاع فن شعبي ومتاع فن دخلت عليه تقنيات جديدة وكل شيء، باش نحافظوا على زيد على الطابع التونسي في الفن الشعبي. مهدت فرقة العزارة الحفلة لسلطان الفن الشعبي في تونس صلاح الفرزيت. الفرزيت الذي اقترن اسمه لعقود بآلة المزود والغناء الفولكلوري أطرب محبيه بأغانيه الراسخة في المخيال الشعبي التونسي. الأهمية هي تخص المنصنت، تخص الجمهور كي يلقى حاجة باهية، الجمهور كي يلقى حاجة باهية يقدم عليها رو. سواء كان مزود ولا أي فن، بعدما نقدموا لهم في حاجة حلوة ولا تبعوا المزود. لقد أشعلت أغاني الفن الشعبي الليلة مسرح دقة لتثبت أنها وإن أدخلت إليها بعض الإبداعات تظل جزءا لا يتجزأ من تاريخ البلاد. هذا مهرجان دقة وعن. طبعا مهرجان دقة ومدينة دقة تحديدا هي من أجمل المدن التونسية، نظرا إلى أنه تتميز بمواقع تاريخية ممتازة واستغلالها إلى المهرجانات، طبعا هذا يعطيها أيضا شكل آخر. بالنسبة للمهرجان والفن الشعبي في تونس، الفن الشعبي قاعد يتطور بشكل كبير مع إدخال الآلات الجديدة، بالإضافة أيضا إلى الشيء ربما أنه الغريب نوعا ما، وأنه الشباب والأطفال في تونس عندهم غرامة كبير بالفن الشعبي. واو. وأنه صار في الفترة الأخيرة موجود بكثرة نظرا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أفلام وبرامج تلفزية تتناوله، خليه أعطاه إشعاع أكثر، وصل أكثر إلى الجيل الجديد. يعني بالنهاية هيدا المراد الأول من المهرجانات الشعبية، أحياء عبر نقلة وتقديمها للأجيال الجديدة. والمتعة الأكبر من تقارير تونس هي لما تكون أنت وتعطينا هيدا الإضافات والتفاصيل القيمة. إذن نحن أيضا في انتظار كل اقتراحات المشاهدين وآرائهم طبعا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. واليوم عندنا سؤال، وهي ما هي الهواية التي لم تتمكنوا من ممارستها؟ ربما عد
قد قد تكون أشخاص يعني لم يتم اكتشافها ايضا. بعض الاشخاص هيك يتبنون هوايات ما يكونش عندهم فكره في سن كبير. صحيح. اذا نحن ننتظر كل اجاباتكم على رقم الواتساب الخاص بنا والظاهر اسفل الشاشه، طبعا كما ذكرنا ارائكم وتعليقاتكم على صفحات برنامجنا. أما آخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية تطلعنا عليها اليوم الزميلة ليال بشارة في فقرة مع الخبر. صباح النور وعد. صباح النور ليال. صباح النور مشاهدينا. صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان المستجدات في اليمن إثر سيطرة انفصاليين تدعمهم أبو ظبي على مدينة عدن التي كانت مقر الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. وأكد بن زايد أن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد وتتفقان على مطالبة الأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن. ويأتي اللقاء بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية مع تكريس المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على المدينة. قتل مدني وجرح آخرون في قصف لطائرات النظام السوري على بلدات في ريف إدلب الجنوبي، وتسبب القصف في نزوح جديد للمدنيين لتزداد أعداد النازحين على الحدود السورية التركية. إلى ذلك قالت السلطات التركية يوم الاثنين إن وفدا أمريكيا وصل إلى جنوب البلاد لبدء العمل على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق إقامة منطقة آمنة مزمعة في سوريا بعد أسبوع من موافقة البلدين على إنشاء المركز، على الرغم أنه لم يجري الاتفاق على التفاصيل الرئيسية الخاصة بالمنطقة. أعلنت البحرية الملكية البريطانية توجه فرقاتا إلى الخليج العربي للالتحاق بقطع البحرية في المنطقة لتأمين المرافقة العسكرية للسفن البريطانية بمضيق هرمز. يأتي هذا بعد أن أعلنت المملكة المتحدة أنها ستنضم إلى القوى البحرية التي تعتزم الولايات المتحدة تشكيلها لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز. وأعلن عن الانتشار للمرة الأولى الشهر الماضي، وسيشمل تولي السفينة كنت مهام سفينة بريطانية أخرى تعمل بالفعل في الخليج هي السفينة دانكن. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين قرارا جديدا من شأنه عدم منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمهاجرين الفقراء الذين يحصلون على إعانات من الدولة، وهو ما سيجعل مئات آلاف الأشخاص غير مؤهلين لنيل الإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا. وقال البيت الأبيض في بيان تلاه القائم بأعمال مدير خدمات المواطنة والهجرة كان كوتشينيلي إن قرار واشنطن يأتي ضمن جهودها لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. أعيد فتح مطار هونغ كونغ وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على الإرهاب. وعلى الرغم من إعادة فتح المطار قالت شركة طيران إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار يوم الثلاثاء. وألقى المطار أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية الذين غادر معظمهم بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ولم يبقى سوى 50 محتجا. مشاهدينا ختام الموجز، ننتقل إلى جولة الصحف ونبدأ الجولة مع القدس العربي. الصحيفة توقفت عند المحادثات التي أجراها العاهل السعودي مع ولي عهد أبو ظبي يوم أمس، عكست توافقا ظاهريا واختلافا جوهريا بعدما رفض انفصاليون جنوبيون إخلاء مواقع انتزعوها من الحكومة اليمنية بعدن. الآن إلى قطر. العرب القطرية ذهبت أبعد من ذلك لتكتب عن استخفاف إماراتي بالسعودية بعدما قالت ميليشيات أبو ظبي للرياض سنصمد مثل الحوثي. الصحيفة عنونت أيضا عن تلقي أمير قطر رسالة من الرئيس الإيراني حملها إليه وزير الخارجية الإيراني.
الآن الوجهة هي إلى تونس. الشروق التونسية تساءلت عن كثرة ترشيحات الانتخابات الرئاسية في 15 من أيلول سبتمبر عاشية إعلان الأسماء التي قبلت ترشيحاتها. بغير البعيد إلى الجزائر المجاورة، الخبر الجزائرية نقلت تصريحات السفير الأمريكي الأسبق روبرت فورد اعتبر فيها أن الجزائر عند مفترق طرق، وقرر أن افتقاد الحراكة لقيادة واضحة هو من نقاط ضعفه. إلى فرنسا الآن. لمود الفرنسية كتبت عن أزمة جديدة تعصف بسوق النفط، منها ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، وأخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. الختام كالمعتاد مع صحيفة العربي الجديد. مشاهدينا، صحيفة خالد في عنوانها الرئيسي إن الميليشيات تستبيح عدن، تنهب منازل مسؤولين حكوميين. ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لم يدع أتباعه إلى الانسحاب من المقرات التي احتلوها بعد لقائه يوم أمس العاهل السعودي في جدة. إلى صورة الغلاف، عكست ازدياد خطر التجارب النووية والحوادث، واستذكرت الصحيفة كابوس تشيرنوبيل الكارثة النووية الأكبر في القرن العشرين بعد الانفجار الذي وقع شمال غرب روسيا الأسبوع الماضي. إلى زاوية الحدث، وكتبت الصحيفة عن تحذير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من علبة كبريت قابلة للاشتعال في المنطقة، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على تشكيل تحالف بمشاركة إسرائيل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. إلى كاريكاتير الصحيفة، واليوم عكس ابتلاع الاحتلال المسجد الأقصى بعد محاولة متطرفين اقتحام ساحات المسجد الأقصى عقب صلاة عيد الأضحى، والإمضاء لرسام الكاريكاتير عماد حجاج. مشاهدينا، مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى ختام الجولة على ما تضمنته الصحف الصادرة صباح اليوم. اللقاء الثاني هو على رأس الساعة، الآن نعود لمتابعة برنامج صباح النور. شكرا ليال، نلقاك على رأس الساعة إن شاء الله. شكرا لك. صمود، هجرة، تحول، معرض فني للفنان المغربي ديما وان في العاصمة البريطانية. والمعرض تضمن مجسمات ولوحات فنية باستخدام الخط العربي وفن الجرافيتي. نتابع. أنا مصور فوتوغرافي وفنان تشكيلي أرسم فن الجرافيتي. اسم هذا المعرض صمود وهجرة وتحولات. في هذا المعرض أحاول أن أوصل رسالة بأن كل المهاجرين هم مسافرون هدفهم اجتياز الحدود والعيش حياة أفضل مع عائلتي. وهذا المعرض للحديث عن العقبات التي يواجهونها والتحولات التي يعيشونها في هذه الرحلة. اخترت أن أقيم هذا المعرض في مدينة لندن لأنها مدينة مهمة ومليئة بالفرص التي تسمح بالتعرف على الفنانين والأشخاص المهتمين بالفن لإقامة مشاريع فنية مستقبلا. أعرض هنا 13 لوحة فنية نفذتها بألوان الأكريليك، إضافة إلى 4 أعمال تركيبية نفذتها باستخدام البلاستيك الزجاجي. الفكرة وراء هذا العمل هي أن نصل في آخر المطاف إلى معرفة هويتنا التي تبنى عبر محطات في حياتنا، والوصول إلى النور الذي يساعدنا على الصمود وليس فقط البقاء على قيد الحياة. اللون الأخضر هو إشارة لعائلتي وللمغرب موطني الأصلي، إضافة إلى العديد من الألوان التي أستخدمها، ولكن اللون الأخضر أرمز فيه إلى جذوري
الكلمات أو العبارات التي أقتبسها في أعمالي تمثل بالنسبة لي الالتقاء بين الغرب والشرق. وإلى موضوعنا الطبي لليوم وهو التقوء الدوري. أمين، ما هو ما أسبابه والعلاج؟ ومعنا مباشرة من رام الله الأخصائي في الجهاز الهضمي والكبد وتنظر المعدة والقولون الدكتور نزيه نخلة. صباح النور دكتور. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. يعيشك وانت بخير أيضا، ينعاد عليك إن شاء الله. إذا دكتور في البداية، ما هو هذا التقيء الدوري وما هي أعراضه؟ اسمح لي في البداية بشكل سريع أسرد أسباب التقيؤ بشكل عام، حيث أنه في الطب منقسم على قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الأمراض العضوية، والقسم الثاني الأمراض الوظيفية. أما بالنسبة للأمراض العضوية اللي هي الأغلبية والأكثرية منها، فهي الأمراض المعروفة بشكل عام، من مثلا التهابات في المعدة أو قرحات بالمعدة، التهابات المرارة، والتهابات مثلا بالكبد، مشاكل بالمريء، مشاكل بالأمعاء الدقيقة، بالإضافة طبعا إلى بعض الأمراض اللي بتصيب خارج الجهاز الهضمي، من أهمها طبعا معروف أمراض الأذن الداخلية ممكن تؤدي إلى استفراغ، أمراض الدماغ في بعض الحالات ممكن تؤدي إلى استفراغ. أما القسم الثاني اللي هو الأمراض الوظيفية، فهون طبعا بينتمي له موضوع اليوم اللي هو التقيؤ الدوري. هاي الأمراض الوظيفية طبعا مجموعة كبيرة بتصيب الجهاز الهضمي بشكل عام، من أكثرها شيوعا ما يعرف بالقولون العصبي، وطبعا بنتمي لهي المجموعة التقيؤ الدوري اللي رح نحكي عنه اليوم. لنعرف التقيؤ الدوري عبارة عن مرض وظيفي، ولما نحكي عن مرض وظيفي يعني احنا بنحكي عن مرض ما في بيكون عندنا أي شيء ملموس، سواء بالفحوصات بشكل عام، سواء فحوصات مخبرية، سواء فحوصات بالتصوير بالأشعة أو مثلا بالتنظير، ما بيكون عندنا أي خلل في هاي الفحوصات، كل الفحوصات بتكون سليمة. تقيؤ الدوري هو عبارة عن مرض نادر نوعا ما، يصيب بشكل أكبر الأطفال، ولكن ممكن يصيب كل الأعمار. يقدر تقريبا أنه يصيب 3 أشخاص أو 3 أطفال، لأنه هاي دراسات معمولة على الأطفال، 3 أطفال من كل 100,000 طفل. ويتميز طبعا أنه بنوبات من الاستفراغ بتصيب هدول الأطفال بشكل متكرر. طبعا النوبات هي بتختلف في الفريكوانسي تاعينها، أحيانا بتكون كل شهر، أحيانا بتكون كل شهرين. ومتميزة طبعا بهالمتلازمة هاي بالذات، انه هاي النوبات من الاستفراغ بتكون متشابهة بشكل كبير، من حيث مسبباتها، من حيث مدتها، من حيث شدتها. طبعا من الاسم واضح انه بيكون المريض يعاني من تقيؤ وحالات غثيان بشكل كبير. فهي بشكل مبسط تعريف التقيؤ الدوري. طيب بما انك تصيب بشكل أساسي الأطفال، معروف أن الأطفال يعانون كثيرا من بعض يعني الإرجاع الطبيعي، كيف يتم تشخيص هذه الحالة عندما تكون خارجة عن ما هو طبيعي؟ طبعا التشخيص بالعادة نعتمد على التاريخ المرضي. لازم هالطفل لما يجي عندنا طبعا نستبعد احنا اي مرض عضوي يكون موجود عند الطفل، مثلا انه يكون مصاب ببعض الجراثيم، بعض البكتيريا او بعض الفيروسات اللي ممكن تؤدي للاستفراغ، انه يكون مصاب مثلا بمشاكل بالمعده، التهابات او ارتجاع مريئي بالعاده عند الاطفال ممكن تسبب استفراغ. بعض حالات الخلقية أو النادرة عند الأطفال ممكن تؤدي إلى تضيقات في المريء أو تضيقات في الأمعاء برضو، أو مثلا في فؤاد المعدة ممكن يؤدي إلى تقيؤ. فإحنا طبعا أي طفل بتوجه للطبيب بشكل مستمر أو بشكل دوري أنه بصير عنده حالات استفراغ، في النقطة الأساسية أنه نستبعد أنه يكون في عنده أي أمراض عضوية اللي ممكن تنحل بشكل سريع وشقوة، ممكن تكون سهلة حلها. طبعا دكتور تحدثنا عن الأطفال، هل أيضا هذا المرض يصيب الأشخاص من مختلف الأعمار؟ نعم، هو بالعادة أو الأكثرية يصابوا فيه الأطفال، ولكن سجلت حالات كثيرة عند البالغين، وتسجل حالات متزايدة عند البالغين، أنه ممكن
يعانوا من هالمرض. في منهم طبعا البالغين ممكن يكونوا اطفال نموا ونما معهم هالمرض، وممكن يكونوا بالغين اصيبوا في سن البلوغ بهذا المرض. فالمرض يصيب مختلف الاعمار، أكثرية المرضى من الأطفال مثل ما حكينا في حدود السن الخامسة ومن بين الساعة بين السن الثالثة إلى السابعة بالعادي يصابوا في هالمرض، ولكن طبعا ممكن يصيب أي عمر لا حتى 60 أو 70 سنة ممكن يصابوا بهالمرض. وفي حال إصابة الأطفال هل صحيح أن يعني نوبات التقيؤ الدوري تخف مع سن البلوغ ولماذا؟ الأغلبية العظمى أكيد معروف عن الأمراض الوظيفية بشكل عام، مثل ما هو معروف مثلا عن القولون العصبي أنه بخف مع الوقت، برضو معروف عن التقيؤ الدوري اللي هو مرض وظيفي مثل ما ذكرنا في البداية أنه مع الوقت بتخف أعراضه وممكن تختفي تماما في بضعة سنين. الأقلية طبعا مثل ما حكينا برضو أنه في بعض الأطفال بينموا وبينموا المرض معهم لسن البلوغ وبضل يعانوا منه لسنوات عديدة، ولكن الأكثرية والأغلبية العظمى من المصابين بهالمرض الأطفال خلال عدة سنين بتخف الأعراض وبتخف النوبات بشكل تدريجي حتى تختفي تماما. طيب دكتور، قبل الحديث عن العلاجات، هل هناك مضاعفات للتقيؤ الدوري؟ أكيد طبعا المضاعفات كلها تنبع من الأعراض نفسها اللي هي الاستفراغ الدوري والاستفراغ المتكرر والاستفراغ الشديد. هدول المرضى بيكون عندهم حالات تقيؤ حاد جدا، حالات استفراغ حاد جدا، حيث أنه طبعا تتراوح نوبات الاستفراغ من مثلا 3 إلى 12 حالة استفراغ خلال الساعة الواحدة، والنوبة ممكن تستمر ساعات إلى أيام عديدة. بالعادي بتستمر أقل من أسبوع، ساعات إلى أيام، ولكن بالأغلبية العظمى ما بتستمر أكثر من أسبوع. هذا الاستفراغ المتكرر ممكن طبعا أنه يؤدي إلى مضاعفات، من أهمها الجفاف عند المريض، لأنه عماله بيخسر كميات كبيرة من السوائل، بيخسر كميات كبيرة من المعادن. فإذا المريض ما تعالج بشكل سليم، إذا ما عوضنا هاي السوائل والمعادن، ممكن يؤدي إلى الجفاف وهبوط في الدم ومشاكل كبيرة طبعا بصير حلها شوي أصعب. من المضاعفات الثانية اللي أحيانا بنواجهها أنه بسبب الارتجاع أو الاستفراغ بصير في عنا التهابات في المريء بسبب الحامض اللي بيرجع عنا من المعدة، بيؤدي إلى التهابات في المريء. وممكن في بعض الحالات بتكون القيء شديد ومتكرر جدا، ممكن يؤدي إلى جرح في أسفل المريء، وهذا الجرح ممكن يؤدي إلى نزيف مثلا داخلي لازم طبعا إحنا نتجنبه أو نعالجه بشكل سليم. طيب دكتور، ما هي يعني الخيارات العلاجية، وهل يمكن أن تؤدي إلى سيطرة كاملة على المرض؟ طبعا علاجات، لأنه المرض ما معروف له سبب رئيسي اللي بيسبب لنا هذا المرض، بالعادة بتكون علاج للأعراض، أنه نسيطر على الأعراض، نخفف من الآلام، نخفف من حالات الاستفراغ اللي بيعاني منها هالمريض. طبعا هون إحنا بنستخدم السوائل الوريدية نعطية لنعوضه عن كل هالسوائل اللي عماله بيفقدها، نعوضه عن المعادن اللي بيفقدها في هذا الاستفراغ، نحافظ على ضغط الدم منتظم. هاي من أهم الطرق العلاجية. طبعا بنستخدم العديد من العلاجات الدوائية، من أهمها طبعا المسكنات في حال وجود آلام في البطن، من أهمها مضادات الاستفراغ اللي بتؤدي إلى تخفيف حالات ونوبات هاي الاستفراغ، من أن نستخدم بعض الأدوية المضادة لمثبطات البروتون اللي هي بتؤدي إلى تخفيف أو تقليل إفراز الحامض بالمعدة اللي هو ممكن طبعا يهيج ويزود لنا من الأعراض كلها. بشكل مزمن هالأمراض اللي بيعانوا من نوبات متكررة وشديدة، طبعا ممكن إحنا نلجأ في بعض الأحيان إلى العلاجات بالأدوية المضادة للاكتئاب. معروف أنه هالمرضى بكثير من الحالات بيكونوا مصابين بالاكتئاب ومشاكل نفسية كبيرة، ولكن برضو أثبتت كثير من الدراسات أنه هاي الأدوية المضادة للاكتئابات بالعادة بتخفف لنا من نوبات الاستفراغ والغثيان اللي بيعانوا منها هدول المرضى.
كل الشكر لك على هذه المشاركة. الإخصائي في الجهاز الهضمي والكبد وتنظير المعدة والكولون الدكتور نزيه نخلي، شكرا لك. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. الآن مشاهدينا نحن إلى فاصل وعد وراجعين بعض لمتابعة تمارين خاصة براكبي الأمواج، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لاحظت أمين الستاب أو التحضير لفقرة الرياضة غريب. غريب نوعا ما، ربما لأنه باش نتعلموا على اللوح نتاع ركوب الأمواج. موضوعنا الرياضي لليوم تمارين رياضية لتقوية عضلات راكبي الأمواج، هو موضوع جميل. صحيح. كل التفاصيل مع المستشار في الصحة واللياقة البدنية جون بيير فغالي في الجسم السليم. بونجور بونجور، كيفكم؟ تمام. تمارين خاصة يعني لراكبي الأمواج، بمعنى أنه لتقوية عضلات الرجلين، صحيح؟ رجلين وإذا بدك الكور أيضا، لأنه أنت وعلى البورد بدك تستعمل كثير كور لتحافظي على توازنك أنت وعلى الأمواج، يعني أنت ما في شيء مهدك. أنت استبدلت اللوح والأمواج أيضا بالبوزبول بهيدول أكيد بالسويس بول كمان لحتى ناخذ أكثر شيء ممكن توازن. نعم جميل. نبدا نشوف دغري. يلا رح نبلش بأول حركة يلي هي اللانجز، بس اللانجز رح تكون بغير طريقة. رح اخدها بروفيل لتشوفوها. رح احط اجري على البوزو بول ورح انزل بهي الطريقة. ليش؟ لحتى تشوفوها كيف بلشت ترجف ورا. صح، لأنه بلش عدم توازن يبين فيها. سو بدي اشتغل اجرتين. هلا إذا بدي زيدها صعوبة ببرم لمرن خاصري معها. مثل ما شايفين هيك بكون عم شغل الكور ومنبدل الاجرين سوا. كمان بنروح على تمرين السكوات اللي هو ميله وحده بهالطريقه. تقريبا اغلب التمارين كلها توازن جون، كلها توازن، لانه انت على البورد بتكون بالماي ما في شيء مهديك. صحيح، منك على شفا ستابل او على مطرح قاسي. ننقل على الاصعب اللي هي بدها توازن اكثر. رح نعمل لونجز على الاثنين بوزو. مثل ما شايفين بدها كثير توازن. وبننزل وبنطلع. بدها كثير تركيز. مثل ما شايفين بالطريقة. بدنا نصعبها أكثر. بنخلي إجرنا من هون، راس أصابعنا على البوزو. مش كل إجرنا. وبننزل. صعبين. أكيد. صعيبة على الله. هلا كمان بنروح، يعني اليوم كان المفروض امين يكون عم يتمرن معك بس اكيد ولا حركة كانت خطفت منه. هلا بنروح على سومو سكوات لنقوي عضلات اجرينا من ميل جوا. بننزل وبنطلع بنفس الطريقة. اكيد فيك تعملهم امين اذا بتحب، فيك تجربهم. انا اكيد مش ترى خلينا نجرب معك. علاش؟ يلا يلا. لا ما انت تحديتني، انا نتحداك. فينا نجرب على واحدة إذا صحيح. أنا تحديتك بس أنت عاوني معنا. أنا بعملك يلا. طلع على واحدة، بطلع أنا هون الاثنين حسرك بش نطيح. أوكي، وسع إجريك الاثنين، وسعهم بليز، وسعهم عليها. أيوة هكا معنا. طيب يلا فينا نعمل سكوات إذا بدك. سكوات سكوات فيك مد إيدك لقدام هكا. أوكي سو مثل ما شايف، مثل ما شايف وقع التوازن. برافو امين، ضايع التوازن. برافو امين. سو هيك ببلشوا لما بده يبلشوا يتمرنوا على البوزو بول مثل ما بلش امين. صعيبة، ايه صعبة منها على الاخر. وانا يعني بعترف لك بانك ربحت التحدي فعلا. رح ننقل على ثاني اكزرسيس يلي هو على السويس بول. رح نجرب نعمل هولد بالطريقة. وبس نخلص نعمل بوش اب عليها. سو هدفنا نحن نقوي الكور. كمان نعمل البلانك عليها. مثل ما شايفين صعب كثير، بدها توازن قوي. صعيبه صعيبه معنا. جون بيير مش فقط لركبي الامواج، ربما التمارين
للناس اللي تحب تحافظ على التوازن ربما تمارين مفيدة بشكل كبير. يعني من أكثر التمارين اللي شفتها تتحمل يعني جهد كبير معني. صح. تمارين التوازن أيضا مهمين كتير لشكل الجسم والمشي، طريقة المشي بيساعدوا أيضا. بتساعد البوستر تبع الجسم إذا بدك أو طريقة الوقوف طريقة تكون صحيحة أكثر. رح ننزل على الأرض نعمل تمارين المعدة بس رح تكون من نقب كلنا. ننزل بهالطريقة. سو أنا عم جرب إيدي ما دقة بالأرض بالمرة لحتى أقدر خلي يتوازن جسمي من ميلة واحدة. رح استعمل تاني ميل. بخلص هذا التمرين. رح أرجع على السويس بول. بس أنا وقاعد عليها هالمرة. رح أكمش الطاولة بهالطريقة الدمبل. رح أنزل شمال يمين شمال يمين. ليش عم بعمل هول التمارين أنا؟ لحتى أقوي منطقة الخصر لتقدر تهديلي جسمي من فوق أنا وعم بشتغل على البورد. جون بيير، ربما احنا ببلدان العربية مع أنه عنا تقريبا مساحة البحر موجودة في كل البلدان، ولكن هالرياضة تحديدا ما نشوفوش منها أبطال كبار في العالم أنه يمثلونا في تظاهرات دولية كبيرة. يمكن لأنه ما عندنا الموج القوي اللي هو بيتناسب مع هيك نوع تمارين. يعني أنه السبب الأكثر هو الموج، مش أنه سبب يمكن أنه الناس عزوفها لنظرة أنه تمارينها تتطلب قوة أكثر أو هي. لا شك أنه بدأ قوة بس السبب الأساسي هو الموج. يعني نحن بالشط اللبناني ما عندنا هيدا الموج القوي. صحيح، هاي معنش الأنواع الأمواج دائما هيدا يعني النشاطات والرياضات بتكون ملائمة للبيئة المحيطة. رح نكفي، رح حط إيدي على السويس بول لحتى أخذ توازن بهالميل، ورح أشتغل عضلة ظهري من ورا وبنفس الطريقة لفوق. سو بعمل اثنين روينج واحدة فلاي. مثل ما شايفين عم قوي عضلات ظهري من فوق لحتى يكونوا واية ويقدروا يهدولي جسمي بهالطريقة على البورد. سو مثل ما شايفين كمان بشتغل تاني ميل. هلا إذا بدي صعبة أكتر رح حط منطقة صدر على الطابة من إجر واحدة هدي هول بهالطريقة واشتغلها. السباحة ممكن يستفيدوا من نوعية التمارين جون بيير؟ سباحين من نوعية التمارين السباح بده كمان منطقة الكور تكون قوية. مشان هيك بياخد بيستفيد من هيدي التمارين كتير ولأنها تمارين تقوية. آخر اكزرسيس رح نعمله رح نجرب نركع على البوزو بول. انتبه جون بيير. بهالطريقة ورح نشتغل كتاف. واحدة من هالمال واحدة من هالمال واحدة من هالمال واحدة من هالمال. إذا بتلاحظوا نحن خايفين عليك سارة. لا ما تخاف. نحن مرعوبين حاليا. إذا بتلاحظوا يعني بيركبوا على الأمواج ما عندهم شيء تحتهم يهديهم مثل ما أنا أكيد إنه ركوب الأمواج أسهل من ركوب البول. صحيح. صعبة كمان. أنا بس تصيروا محترفين بتصيروا تعملوها بنفس الطريقة اللي أنا عم بعملها. صحيح. وهيك بنكون تقريبا خلصنا كل تمارين اللي بنرجع بنعيدهم مره واثنين وثلاثه لحتى نصير اقوى فيهم ونستفيد منهم. تقريبا قديش لازمنا من تمرين اسبوعيا باش نتمكن من الوصول الى مستوى معناها مستوى الجسم انه يتحمل نوع هذه الرياضه؟ يعني غير السباحه بدك ثلاث مرات. ثلاث مرات نص ساعه كل مره اسبوعيا. اسبوعيا. جميل به. طيب ما المستشار في الصحة واللياقة البدنية جون بيير فغالي، شكرا لك على تمارين اليوم. إن شاء الله شكرا استفدنا أكيد، وأيضا نتمنى أنه كل المشاهدين يستفيدوا. الآن وعد، ما رأيك أنه ننتقلوا عند الشيف راسم؟ ضروري، أنا نحب الأكل الإيطالي فسأنتقل شخصيا إلى مطبخ الشيف راسم وهو العشاء. أهلا وسهلا أمين. قبل الحلقة قلت لي لازم انه تجيب وحدة، جيت بحذاك شيخ. أول شيء صباح النور. صباح الورد. نقول لك للمشاهدين العام ألف خير يا رب. اليوم راح نحضر طبقين مقبلات إيطالية
فينا نستخدم الريزيتو كطبق أساسي إذا ضفنا عليه الدجاج، وفينا نعمله كطبق مقبلات أبيتايزر. اليوم رح نعمله أبيتايزر بس بنوعين فطر رح استخدمون، ورح أعمل كمان سلطة بانزانيلا اللي هي إيطالية كثير بسيطة قريبة على الشرقي، وأنت أكيد بتحب الأكل الإيطالي. هلا أول شيء رح نعملها اليوم، عندي هون طنجرة حطيت فيها شوية زيت زيتون، أضيف عليها بصل الشالوت اللي هو حد شوي. البصل أكيد في الأكل الإيطالي تقريبا دائما البصل يتقطع بطريقة صغيرة جدا، معنى صحيح إنه يكون صغير، معنى مش صحيح هذا الكلام. عندي هون كمان مرقة دجاج أو مرقة لحم أو مرقة خضار، فينا نحطها حسب المكونات اللي عندنا. صحيح، أنا اليوم ما عاملة بالفطر بس بالمرقة، حاطط أنا دجاج سالق دجاج مع باقة عطرية رح تطلع معي هيدا الصوص. حلو. عندي هون البصل قلنا، رح ندخل بقلبه كمان الثوم، ورح ندخل كمان الكرات وشويه بهارات خفيفه للروزيتو. هلا اللي بيميز الروزيتو عن الاطباق الثانيه بالرز، يعني نوع الرز لازم يكون رز ايطالي اوربوريو اسمه، ما بينغسل معنا، بنضيفه هون بنضيف عليه المرق مباشرة. صحيح، وما يعني من كيسه للنار لازم يكون نظيف. اي اكيد نظيف اكيد. الشغله الثانيه انه ما بينطبخ مثل الرز العادي، يعني نحط كميه مي لحتى ينطبخ، لا منضل منحركه ومنضيف كل معلقة بمعلقة مي ومنحرك لحتى تخلص كل كمية المي ويستوي معنا الرز، يعني ما بصير نحط المي ونسكر عليه لحتى يستوي. شوي شوي الفكر. صحيح. عندي كمان السلطة، السلطة هي عبارة الحل الثاني شايف انه نحطه إنه كمية الرز الكل نحطه عليها الماء اللي طلبه ونحطوه على نار خفيفة ونسكره. أكيد لا. ليه؟ أصول الروزيتو لازم نحط شوي شوي مي ونضل نحرك بدون ما نغطي الطنجرة. صحيح. أوكي. تيطلع معنا ريزيتو كتير طيب. لو خلينا نكتشف طريقة جديدة، مع أنه عادة تقريبا كي تشوف بعض الوصفات على الانترنت يقول أنه تعمل الرز بطريقة عادية، معناها مش ضروري أنه يكون عنده طريقة مختلفة. لا، الريزيتو بالرز الأوربوريو يعني نطبخ بهالشكل هيدا. هلا رح أضيف أنا الكرات، ورح أضيف كمان معلقة أو معلقتين زبدة. الله عزيز. عندي هون كمان السلطة، هي عبارة عن حبق أخضر مع شوية ثوم، نوعين بندورة أو ثلاث أنواع. والطماطم حاجة مهمة جدا. صحيح. وعندي هون خبز توست مصطري سادة، رح حمصه شوي بالمقلاية رح أعطيك طعم كتير طيب للتوست. ناخذ خبز توست نحمصه بالمقلاية. صحيح. ناخذ معلقة من عندك. يلا. مع التوست رح ضيف رش صغيرة من الملح بكفي هيك، ورح ضيف عليهم شوي من الزعتر البري، وأكيد مشاهدينا مقادير روزيتو رح تمرق قدامكم على الشاشة. شوية زعتر، شوف هالزعتر ريحته طيبة. إبداع هالزعتر. صحيح، هيدا شكل منزلي. ايه. رح ضل قلب التوست لحتى يتحمص معي واخذ النكهه. هلا بس يتحمص التوست، قبل ما يتحمص بشوي صغير رح اضيف عليه جبنه البارميزون، خليه يذوب معه لاخذ النكهه الطيبه من الجبنه والتوست. تقريبا نفس يعني حتى نكهه الجبن ربما تساعدك ايضا لانه تكون صحيح موجوده في الرز من بعض. يعني صحيح. هلا كل ما نشف معنا الزيت بنضيف شويه زيت على التوست. هلا شو رح نضيف عندك؟ رح نضيف الفطر. يعني وقبل الفطر رح اضيف شوية ثوم، بنحركهم مع بعض. رح اضيف الفطر. هلا الفطر بده يتشرب كل المادة الدسمة الموجودة عندي، لهيك كمان رح اضيف شوية زبدة. مرخ. حلو. هو الأكل الإيطالي قريب على الشرقي تقريبا شوي، وكثير طيب، بيعتمدوا على الباستا القمح بشكل عام. بنحرك هذول، راح ضيف عليهم جبنة البارميزون وحركهم مع بعض. هلا بالنسبة للسلاد راح نخلط نوعين البندورة، بندورة حامضة جبلية وبندورة كرزية. راح نضيف عليها شوية بيز حبق أخضر. ايه هاني انطبع في الزبدة الدوك. ريحة الأحبط يا عيني. عندي هون بارميزون مع أعشاب رح ضيفهم عليهم.
عندي هون فلفل ابيض هوني حاضر انت شايف صحيح. عندي هون كمان خل التفاح شوي صغيره وعصير حامض شامبينيون او الفطر تشرب تقريبا كل السوائل والزبده اللي صحيح. موجوده كمان رح ضيف زيت زيتون هون على السلطه. اكتشفت انه هوني ما حطيتش بهارات شي لسه ما حطيت هو الريزوتو ما بده كثير بهارات. هلا شو حطيت هون؟ حطيت نوعين بندوره مع زيت مع خل عصير حامض ملح بارميزون وحبق. هلا هيك السلطه تقريبا عندي جاهزه بيضل عندي لحتى يتحمص معي التوست بدي احطه بقلبها وحركهم كلهم مع بعض. وما عندهاش صلصه حطيناها زيت زيتون مع خل مع عصير حامض. هلا رح نضيف عندك الرز نيام رشة فلفل ابيض صغيرة بكفيني هيك ورشة ملح صغيرة لانه انا اوريدي حاطط بالمي تبع المرق دجاج ملح. اوكي هلا طعمة التوست بتاعت كلياتها جبنة بارميزون هون الروز تخل مع كل المكونات صح. هلا بدنا نضيف عليهم المي شوي هون الطريقة اللي لازم نتعلمها صحيح شوي زي المي ومنحرك لا حتى تنشف المي ونحط غيرها نقعد ونحركه إلى أن توفى كمية الماء لمدة 20 دقيقة هو ما بده أكثر ما بده أكثر ما تتطلب إنه الإنسان يكون واقف قدام الغاز يقعد في المطبخ هلا اذا بدك تغش فينك تحط المي كله بس اذا بدك تاكل ريزوتو طيب هيك بدك تعمل نحن ما بنحبوش الغش ما بحب الغش اللهم انه هكا احيانا كي تكون عندك حاجه سريعه او سريعة. عندك بعض الضيوف صحيح انه كمان بدي اقول شغله اذا بدك تغش كمان نزعبر شوي فينا كمان نستخدم الرز المصري حبه قصيره كمان فينا حلو نعملها فيها بس الرز الاوربوليو الاكل الايطالي لا يعلى عليه حلو جميل بي شيف انا خليني خليك تحضر بقيه اكلاتك أهلا واحنا انا راجعين كمل مع المشاهدين لانه عندنا عده مواضيع بعد شوي تفضل شيف عندي هون الرز عم يتحرك مثل ما ملاحظين لسه المي موجوده بقلبه لحتى تنشف المي رح تضيف عليهم مي ثاني نشوف خبز التوست رح اضيف له شوية زيت زيتون هلا هيدا خبز التوست خبز التوست هيدا ما بيصير نضيفه على سلطة لحتى يبرد شوي ولازم لما نضيفه يعني دغري على الاكل حتى ما يتشرب كمية السائل الموجودة عندي بالبندورة ويعجن عندي لازم يكون خبز التوست طعمته كرانشي هون نشوف الاوربوريو تقريبا نشفت عندي المي رح ضيف كمان مي بنضل نضيف مي عليهم لحتى نشوف حبه الرز استويت معنا وعرفنا النتيجه اللي بدنا اياها هلا الفكره بهيدي الطريقه انه يستوي حبات الرز مع التحريك ضروري كثير التحريك حتى ما يلزق معنا الرز من تحت واخر شيء اكيد لازم نضيف عليه جبنه البارميزون ليعطينا النكهه المثاليه للريزوتو. طبعا هو انواع فينا نضيف عليه دجاج، فينا نعمله بالزعفران، فينا نعمله بالخضار. كثير مشهور بايطاليا وطيب كثير. اهم شيء يكون الغاز عندنا متوسط الحراره مو كثير عالي حتى ما يلزق معنا الرز. فينا نضيف اخر شيء اذا بدنا نفس الوصفه نضيف عليها صدر دجاج مشوي او دجاج بقلبه مع الفطر لحتى يطلع معنا كطبق رئيسي غير انه كمقبلات. وهلا مشاهدينا رح ضل ضيف مي لحتى يستوي الرز وعودي الى وعد وامين مع باقي فقرات صباح النور. شكرا شيف. شكرا شيف. اهلا. الان مشاهدينا سننتقل الى موضوع جديد يهمنا جميعا وموضوع قد نتساءل عنه طبعا تقريبا في كل مره نشاهد فيها عن حاجه عندها علاقه به. اذا حريق يلتهم طفله هنا واعدام قطه هناك، قتلى في حوادث سير
وجثث متفحمة ودماء وغيرها أصبحت مع الأسف مشاهد ينقلها ويوثقها أصحاب المهنة كما الناس العاديون أيضا. تمام أمين، بين الإنسانية وأخلاقية التصوير قضية نطرحها اليوم مع المعالجة النفسية رانيا سليمان في فقرات قضايا. أستاذة رانيا صباح النور. صباح الخير. كل عام وانتم بخير. انتم بألف خير يا رب. كل عام وانتم بخير. يعني من المعروف ونتفهم جيدا ان هناك لحظة يجب على المصور المحترف ان يقرر فيها التقاط الصورة وتوثيق اللحظة بجماليتها او قساوتها، ولكن ما نراه لاحقا وخاصة الفيديو الذي انتشر للفتاة من المغرب التي يعني تلتهمها النيران يجعلنا نطرح السؤال إلى أي مدى هذا الأمر طبيعي أن يتناقل أناس عاديون فيديوهات وصور فيها الكثير من القساوة. أول شيء صباح الخير. هناك فرق كبير بين مهنة المصور المحترف والشخص الذي يصور كيفما يشاء. فرق كبير على المستوى المهني، على مستوى الدور، على مستوى التعاطي مع المعاش الذي يراه حاليا في هذه البيئة. المشكلة الرئيسية هي الناس تتعامل مع فكرة التصوير على أنها فكرة عادية جدا. التصوير هدف أساسي بالنسبة للمصور هو نقل ما يحدث في هذه اللحظة والآن بهدف تمكين المشاهد من أفكار عما يحدث، ولكن الناس بدأت تتصرف على أساس أنه التصوير هو أمر شائع جدا لا ننقله للسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الحصول على لايك، بغرض الحصول على كومنت، بغرض الحصول على فكرة أنني أنا الأول في نقل ما يحدث. هون منبلش نلاحظ نقطة أساسية وهي الخط الفاصل ما بين مهنة المصور وأي شخص يلتقط هذه الصورة، هو على المستوى الإنساني واللا إنساني. ما يحدث في البيئة الخارجية، من يصور، هل هو مصور محترف أو بدور مهني بمشن، يعني بمهمة مطلوب منه نقل الصورة بشكل إنساني وبشكل يراعي فيه العين التي ترى هذا المشهد. هون صار في خلط وخصوصية المصور أيضا، يعني طبعاً هذه أهم نقطة لربما في شو بتقصدي بخصوصية المصور؟ المصور بمعنى أنه هذه الفتاة أوكي. أو أي صور أخرى يعني لجثث على الطرقات، هذه يعني أصبحت مواد اليوم، مواد إثارة، مواد مستهلكة ومباحة صحيح أمام الجميع. وقد يعني تسبب ضرر نفسي بالغ طبعاً. لأهل الضحايا وللمعنيين طبعا، ولكن هون بلشت أنا على المستوى المهني، على المستوى صح. المهني بحدود تعاطيه مع ما يحدث ومع ما يعيشه بالبيئة الخارجية، على مستوى تفاعله الشخصي وعلى مستوى التفاعل الذي سيحدث مع من يرى ما يحصل. هون في نقطة جدا أساسية أخرى وهي خط فاصل آخر، قدرته على نجدة الشخص الذي يتعرض لحادث ما. هون هو بده يقدر الموقف الشخصي اللي عم بيكون عم بيصور، وطبعا تختلف المعايير بالنسبة من شخص إلى شخص. شخص يحترق أمامي بدي أحمل التليفون وصور أو بدي أهب لنجدته. شخص يعاني أمامي بدي أنا أكون بهاللحظة أنقل الصورة، ولكن أنا علي أن أدرك المعيار الذي يجب أن تتحرك فيه الإنسانية لدي. يعني هل هذا يعتبر أنه يجرد ربما الفرد من إنسانيته وقت اللي يقف قدام هالأحداث هذه الأليمة وما يعمل حتى شيء فقط يصور؟ هون أنا بروح على 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 نظريات عديدة تناولت موضوع الدافعية وتناولت موضوع الغريزة، غريزة الموت وغريزة الحياة. بهاي اللحظة أنا شو اللي بيكون عم بيحركني من دوافع؟ نجدة الآخر، مساعدة الآخر، نقل الصورة اللي هي هدفي الأساسي. أنا إذا بدي أحكي على المستوى المهني غير لما بحكي على مستوى أي شخص بيكون مار وأمام حادث سيارة وبيكون بده ينقل الصورة. ما حصل مع الفتاة، الناس تركت الفتاة تحترق وكله عم بيصور. هون شو هذا يعطيني مسح. طيب
طبعا. مسح لي ولكن من الأفكار يلي عم عفوا يلي الناس عم تتداول فيها. هم أن تكون عم تنقل هي الصورة الأسبق أنه أنا نقلت الخبر على الفيسبوك بشكل مبدئي وبشكل أولي أسرع من الآخرين. طيب ولكن لعل من شاهد هذه الحادثة يعني شهود العيان كان واضح أنه ما قادرين يعملوا شيء. أوكي. لم يكن باستطاعتهم المساعدة. أوكي. هل هذا يبرر ساعتها أنه يلتقطوا أصوار وينشروا؟ خليني أقول يبرر لمن سيشعر لاحقا بالذنب. يبرر لمن سيشعر لاحقا بالذنب ولكن يفسر على المستوى النفسي كمان معيار آخر. هل أستطيع فعل شيء بهذه اللحظة أو لا أستطيع فعل شيء؟ أمام بركان أنا لا أقدر أن أقف، أستطيع أن أساعد بحسب استطاعتي ولكن لاحقاً بدي أنا هون كون عم أكد لنفسي تحقيقي لذاتي رؤيتي لذاتي. هل أنا ساعدت أو لم أساعد على المستوى الإنساني؟ هل بيدي شيء؟ ما هيدا سؤال يطرح نفسه حتى بالنسبة للمصور. إذا كان عم ينقل الصورة وهو مصور محترف بمهنة ينقل الصورة ولكن نقل الصورة هل أثر على إنسانيته؟ هل جرده من إنسانيته؟ هذا سؤال مهم. ولكن هل باستطاعته فعل شيء؟ إن كان باستطاعته فعل شيء فأكيد رح يفعل ولكن إذا ما كان باستطاعته شيء هون منقول إنه المعيار اختلف. خلينا نحكيه مهنيا بعض الشيء لأن يعني ربما حكينا بصفة عامة عن الناس ولكن مهنيا مهنة المصور المحترف طبعا شفنا ربما صور في العالم تاريخيا حتى للناس اللي تدرس التصوير الفوتوغرافي أو السينما هناك صور خلدت في التاريخ كصور طبعاً. حرب الفيتنام أو كصور اللي كانت موجودة بالصين عدة مشاهد ربما كانت تاريخيا وكان دائما السؤال كيف التقطت هذه الصورة ومن هو المصور فعليا كيف كانت عنده الجرأة لالتقاطها دون التحرك يعني منهم صورة شهيرة بحرب الفيتنام وقت اللي كان فما شخص انه قاعد يموت تحديدا ويغرق ولكن ولا إنسان ساعده كانت الصورة هي فقط اللي موجودة وأيضا فما صورة للمصور وهو يصور تحديدا دون أن يتحرك. هنا ما هي حدود المصور المحترف في نقل الصورة إلى الإنسان إلى المشاهد وهو حق المشاهد في الصورة؟ المعيار برجع بقول الإنسانية حقه يكون عم بيصور ومهنته ولكن نحن بشر بالنتيجة. الشيء الذي يجمعنا هو الإنسانية بمكان ما. طبعا بالحدود المهنية هناك شيء اسمه نيوتراليتي يعني الشفافية كوني لا أتأثر كثيرا ولا أؤثر كثيرا ولكن هدف الأساسي هو نقل الصورة. نقل الصورة بهدف شو؟ نقل الصورة بهدف وضعيات تعليمية، نقل الصورة بهدف إخبار الناس بما يحصل، نقل أو توثيق الصورة... حدث مهم. أي توثيق الحدث بهدف شو أساسا؟ بأي هدف ولأي هدف؟ لهدف سامي، لأري الآخرين ولأري الناس تداعيات الحرب بالنسبة لحرب الفيتنام. طيب أنا على المستوى الشخصي أتذكر دوما تلك الصورة التي كان مصور أمريكي شهير عم بيصور طفل بمجاعة الصومال. صحيح. احتضر الطفل أمامه وكان يشاهد الصقر ينتظر وفاة الطفل وما قرب ساعد الطفل وبعد فترة معينة ما يقارب 6 أشهر انتحر. انتحر ليش؟ انتحر رغم أنه نالت صورته جائزة عالمية. نالت صورته ولكن إحساسه بعدم تقدير ذاته قد أوصلوا بمرحلة معينة لاحتقار ذاته لأنه لم يساعد ذلك الطفل بمكان ما. ما ندعو إليه هو الإنسانية. تجردنا من الإنسانية لا يعطينا أحقية نيل أعلى نسبة مشاهدة لا يعطينا أحقية نيل جرح وخدش عيون من يرى هذه الأحداث. هون براعة المصور بهذه اللحظة. صحيح. وتقديره للموقف يعني طبيعي مش بدنا نقول نحن يترك الكاميرا ولكن هون لأنه في مكان ما هو بيكون عين الضحية وبحس بواجب أنه ينقل له معاناته ولكن كما ذكرت يعني مع الحفاظ على هذه الشعرة الرفيعة. صحيح. طبعاً. واحترام يعني الموت والمعاناة كلهم لهم حرمة وما لازم يكونوا مباحين خاصة لمن هم ليسوا يعني من المصورين المحترفين. ربما تحدثنا عن التصوير ولكن ربما مرة قادمة لنا نتحدث على فكرة مشاركة أنواع هذه الصور الفيديوهات من الناس ربما بدرجة كبيرة وتأثيرها على عين المشاهد. صحيح. ومن هم تحت 18 يعني أكثر. المعالجة النفسية رانيا سليمان كل الشكر لوجودك معنا وللإضافة القيمة في موضوع. شكرا لك. مشاهدينا نصل إلى فاصل جديد ونعود مع محطتنا السياسية انتظرونا.
بكم من جديد، آخر أحداث الساعة وضيف الفقرة السياسية مع زميل العير بشارة ومع الخبر. شكرا وعد، شكرا أمين. مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يبحث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان المستجدات في اليمن إثر سيطرة انفصاليين تدعمهم أبو ظبي على مدينة عدن التي كانت مقر الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. مقتل مدني وجرح آخرين في قصف لطائرات النظام السوري على بلدات في ريف إدلب الجنوبي، والقصف يتسبب في نزوح جديد للمدنيين لتزداد أعداد النازحين على الحدود السورية التركية. البحرية الملكية البريطانية تعلن توجه فرقاط إلى الخليج العربي للالتحاق بقطع البحرية في المنطقة لتأمين المرافق العسكرية للسفن البريطانية بمضيق هرمز. البيت الأبيض يعلن في بيان تلاه القائم بأعمال مدير خدمات المواطنة والهجرة كيم كوتشينيلي عن قرار جديد من شأنه عدم منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمهاجرين الفقراء الذين يحصلون على إعانات من الدولة، وهو ما سيجعل مئات آلاف الأشخاص غير مؤهلين لنيل الإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقراً. إعادة فتح مطار هونغ كونغ وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على الإرهاب. مشاهدينا، ختام الموجز، ننتقل إلى جولة المقالات ونبدأ الجولة من صحيفة العربي الجديد التي نشرت مقالا للكاتب والسياسي السوري عبد الباسط سيدة حمل عنوان المنطقة الآمنة الأمريكية التركية الإمكانات والعقبات. قدم الكاتب خيارين للمسائل العالقة حول المنطقة الآمنة التي توافقت تركيا مع الولايات المتحدة على إقامتها في شمال شرقي سوريا، أولها أن يكون هناك إشراف أمريكي غربي تركي عليها، وأن يتحول حزب الاتحاد الديمقراطي إلى حزب كردي سوري ويفك ارتباطه مع حزب العمال الكردستاني. وأشار الكاتب بطريقة غير مباشرة إلى أن الاتفاق الأمريكي التركي مازال غير واضح وأكمل. التهديدات بالتدخل قد تراجعت بصورة ملحوظة، ولكن الحشود ما زالت في مكانها، كما أن لغة التشكيك والتعبير عن الهواجز ما زالت سائدة. الآن إلى القدس العربي التي كتبت في رأي القدس تحت عنوان هل سينعم الاحتلال الإماراتي بالهدوء في عدن؟ جزمت الصحيفة أن السعودية كانت على علم بخطوة الإمارات في جنوب اليمن، وإلا لما التزمت الصمت في الأيام الأربعة الأولى من المعارك، ناهيك عن صمت القبور الذي خيم على الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وهو يتابع سقوط قصر المعشيق آخر ما تبقى لرئاسته من عناوين. لكن الصحيفة دعت قراءها إلى العودة بالزمان إلى تاريخ اليمن والجنوب تحديدا واستخلاص العبر. ليس من المبالغة التكهن بأن الاحتلال الإماراتي غير المباشر لن ينعم بالهدوء على أرض ذات تاريخ عريق في المقاومة ومواجهة الغزاة. وأما الدرس الأكبر فإنه الهزائم المتعاقبة بمغابرة بن سلمان وبن زايد الطائشة في اليمن وما خلفته حتى الساعة من مآس دامية وحصاد مرير. مشاهدينا، إلى صحيفة لو فيغارو الفرنسية التي نشرت مقالا للكاتب الفرنسي جيرار رونو تحت عنوان الفشل السعودي الذريع في اليمن. انطلق الكاتب من الشبكات عدن ليتساءل كيف تستطيع الأسرة الدولية أن تتعامل بجدية مع حكومة يمنية معترف بها دوليا لكنها لا تسيطر على شيء في اليمن بعد الشبكات عدن وسقوط قصر المعشيق في أيدي الانفصاليين الجنوبيين. الكاتب عدد الإخفاقات الثلاثة التي مني بها ولي العهد السعودي، لكن الأخطر بنظره يبقى الإخفاق السعودي في اليمن. ولم يغيب الكاتب أن ولي عهد أبو ظبي استخدم ولي العهد السعودي لتحقيق حلم الإمارات بأن تصبح قوة إقليمية لديها منافذ بحرية وأكمل. إن ما اختارت عدن الانفصال فإن الإمارات ستقوم بتوقيع تحالف مع اليمن الجنوبي وتترك السعودية تواجه وحدها الحوثيين.
مشاهدينا، ختام جولة المقالات. خرجت السعودية من أزمة المعارك في عدن بما يحفظ ماء وجه التحالف الذي تقوده في اليمن. فعكست محادثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد توافقا في العلن على ضرورة إعلاء الحوار دون إدانة إماراتية واضحة لانقلاب الانفصاليين الجنوبيين على حكومة عبد ربه منصور هادي، أو دعوة واضحة لتسليم المقرات التي انتزعوها في يمن اتفقت السعودية والإمارات فيه على محاربة إيران واختلفتا بشأن مستقبله. هل دحض لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبو ظبي أو أكد كل ما قيل عن خلافات في الرؤى حول اليمن والعلاقة مع إيران؟ وهل عكس استراتيجية جديدة في تعامل الحليفين؟ هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي نبيل البكيري، ينضم إلينا مباشرة من مدينة إسطنبول. أستاذ نبيل، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور لك والمشاهدين الأكارم. شكرا أستاذ نبيل. نبدأ من آخر التطورات السياسية، لقاء العاهل السعودي بولي عهد أبو ظبي يوم أمس بجدة بحضور ولي العهد السعودي. كانت هناك دعوة إماراتية لإعلاء لغة الحوار ودعوة للذهاب إلى المؤتمر الذي دعا إليه التحالف حول اليمن بالرياض. أستاذ نبيل البكيري، بداية اللقاء، هل دحض أو أكد كل ما قيل عن اختلاف في الرؤى بين الحليفين في تحالف يقودانه في اليمن ألا وهما السعودية والإمارات؟ بالعكس، كل ما صدر عن هذا الاجتماع وكل ما رأيناه من أفعال وتصريحات خلال الفترة الماضية ما بعد سقوط عدن لا تشير إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر، أو اختلاف أيضا ربما فقط الاختلاف هو في الوسائل فقط ما حدث في عدن. الإمارات كانت أو هناك تخادم بالأصح، هذا التخادم في الأهداف ربما استخدم البجاحة من الجانب الإماراتي واستخدم الدبلوماسية من الجانب السعودي، لكن هناك اتفاق في المخرجات النهائية لما جرى في عدن. هذا الانقلاب ما كان له أن يتم لولا ضوء أخضر موجود، ضوء أخضر سعودي واضح لميليشيات الإمارات الممثلة بمجلس الانتقالي، وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي اختلاف في وجهة النظر. لكن دعونا نطرح أن فكرة التوافق هذه قد تصل إلى مرحلة 99% من الاتفاق حول هذا السيناريو المعد لعدن، ليبقى 1% احتمال أن هناك اختلاف. هذا ما سنراه وسنشاهده في مدى تطبيق القرار السعودي أو التوجيهات السعودية بضرورة انسحاب المجلس الانتقالي الذي لا أظن أنه سينسحب. أستاذ نبيل البكيري، سلمنا جدلا أن هناك كما تقولون اليوم توافقا في الرؤى بين السعودية والإمارات حول ما حدث مؤخرا بعدن. ما الهدف؟ ما الهدف الأساسي اليوم الذي يحضر لعدن بجنوب اليمن؟ طبعا تكثر التفسيرات لهذا الحدث، لكن أنا باعتقادي السبب الكبير والحقيقي هو الفشل السعودي، الهزيمة أمام ميليشيات كميليشيات كمعاق الحوثي، مما ألجأهم إلى الانتقام من اليمن تاريخيا، وهو مسألة إعادة فرز اليمن وتقسيم جغرافيتها. ظن منهم أنهم بذلك ربما سيحققون بعض الانتصارات المعنوية، لكن في حقيقة الأمر الذهاب إلى تقسيم اليمن هو هزيمة مدوية وإعادة اللحمة الوطنية من جديد، لأن اليمنيين الآن من خلال هذه السياسة يدركون جيدا أن الهدف الذي جاء من أجله التحالف ليس فقط السعادة الشرعية تحت هذا الشعار، إنما هو انتقام تاريخي لمغالطات تاريخية يقومون بها تجاه اليمن، وجود جمهورية على حدودهم، وجود جمهورية ديمقراطية. لا يريد الخليج مثل هذا، هذه الممالك والأسر الحاكمة لا تريد يمن قوي ديمقراطي جمهوري مستقل بهذا الشكل، وبالتالي هم دخلوا من قبيل اتخذوا شماعة جماعة الحوثي التي وفرت لهم المبررات ليدخلوا اليمن ويعيثوا فيها فسادا كما رأينا طوال الأربع سنوات الماضية، ولا هم الذين انتصروا سياسيا ولا انتصروا عسكريا، وبالتالي أنا باعتقادي الذهاب إلى مشروع الانفصال هو مشروع فاشل لن يكتب له النجاح، بالنظر إلى أن اليمنيين في الداخل اليوم وخاصة وقد بدأوا يرفعون أيديهم عن هذه الشرعية التي وفرت غطاء أيضا
التحالف للعبث في اليمن بدأوا يشعرون أنهم بحاجة إلى شرعية جديدة. هذه الشرعية الجديدة ربما ستكون وستنبثق من القيادات الميدانية التي لا يمكن أن تتوافق مع هذه الرؤية، سواء رؤية الشرعية العاجزة الذليلة في الرياض أو رؤية الأشقاء في الخليج الذين يعتقدون أن الوفرة المالية لديهم ربما هي من ستعمل على إعادة صياغة تاريخ المنطقة وجغرافيتها. أستاذ نبيل البوكاري، انطلاقا مما قلتموه يعني اليوم بطريقة أو بأخرى، هل تم الإطاحة بالرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي؟ هل فقد الحماية التي أمنتها له السعودية؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك لقاء بين العاهل السعودي والرئيس اليمني، ولكن الرئيس اليمني ما زال يلتزم الصمت حول آخر التطورات بعدا بجنوب اليمن حتى الآن. عمليا الرئيس هادي بسقوط صنعاء ربما يكون قد سقط، بسقوط عدن بعد صنعاء ربما عمليا لم يعد له ذلك تلك الشرعية التي أو الحضور لدى اليمنيين في الداخل أو في الخارج الذين وثقوا به. يعني تبقى الشرعية اليوم هي تحت محك الاعتراف الدولي فقط. أما المستوى العملي أنا باعتقاد الشرعية تم عقرها ونحرها من قبل الأشقاء الذين دخلوا تحت مظلتها للحرب في اليمن. اليوم هذا الانكشاف الذي تمثله السياسات السعودية في اليمن من خلال التآمر على اليمن وعلى وحدته وجمهوريته هو يثبت بما لا يدع مجال للشك أن هناك هزيمة سياسية قاسية للمملكة العربية السعودية، وأن السعودية تحولت من دولة المركز في المنطقة إلى دولة الهامش، وتقدم ولاية أبو ظبي على المملكة في هذا السياق. أستاذ نبيل البوكيري، هل يمكن أن تكون آخر تطورات عدن بداية لإنهاء عمل التحالف باليمن، يعني بداية العد العكسي لإنهاء الحرب التي تقودها السعودية باليمن ضد الحوثيين؟ هل يمكن أن تكون هذه هي بوابة الخروج، خاصة وسط أنباء نقلتها صحف أمريكية بالأسابيع الماضية أن الرياض بدأت بالفعل اليوم مفاوضات غير مباشرة مع طهران لتأمين الخروج من اليمن بعد ترك الحليف الإماراتي الساحة وعقده مفاوضات أيضا مباشرة مع إيران تكللت باللقاء الذي جرى بسابق منوح بين البلدين منذ أسابيع؟ بطبيعة الحال التحالف العربي انهار. التحالف العربي في وشك إن لم يكن قد أهيل عليه التراب في أحداث عدن الأخيرة. ماذا تبقى من التحالف العربي؟ التحالف العربي الذي أتى للسعادة الشرعية اليمنية يعمل اليوم على تقسيم اليمن وإعادتها إلى ما قبل 90 وحدة مايو 90. نحن أمام هزيمة كبيرة للتحالف قبل أن يفكر التحالف أو الأشقاء في السعودية أنهم سيهزمون اليمن. ما جرى يعني باعتقادي أيضا أنه الذهاب إلى طهران للبحث عن مخرج من ما جرى في اليمن لن يكتب لهم النجاح في ذلك، لأن المعركة في اليمن لم تنتهي بعد. يعني المعركة في الأساس هي معركة داخلية، معركة حول الجمهورية والديمقراطية والانتقال السياسي والتعدد والشراكة السياسية والإثنية والمذهبية التي كانت عايشة عليها اليمن. اليوم من خلال هذا التصرف هم دفنوا كل ذلك، وانفجار اليمن بهذا الشكل. يعني اليمن عبارة عن خزان من الغضب اليوم، الغضب المسلح بالتاريخ، المسلح بالاعتزاز، المسلح بكل مفاهيم الدولة والحضارة نعم. المدنية أستاذ لا يمكن أن لا نعم أستاذ نبيل، ولكن السعودية اليوم هي تبحث اليوم عن مخرج لهذه الأزمة التي رأت بها نفسها اليوم، الخلاف أو التوافق مع الحليف الإماراتي الذي فضل الانسحاب من اليمن أو إعادة التموضع بهذه الحرب. ما سيكون عليه هذا المخرج بالنسبة للرياض تعتقدون؟ لا مخرج للرياض من المازق اليمني. الرياض حدودها الممتدة على أكثر من 1500 كيلو مع اليمن. الإمارات بعيدة عن اليمن، ليست هناك إشكالية فيما يجري بينها، لكن الهدف والخطر المحدق هو محدق المملكة العربية السعودية. الحوثيون تحولوا إلى خاصرة أو إلى يعني خنجر في خاصرة المملكة. أيضا حلفاء المملكة الافتراضيين وهم الجمهوريون الذين يرفضون حكم الحوثي ويرفضون حكم الانفصال فيه، هؤلاء سيتحولون إلى
إلى عداء كبير للمملكة العربية السعودية، وستعزز لديهم النظر السلبية تجاهها، وبالتالي ستكون السعودية اليوم في حالة انكشاف كبير بعد انكشافها الكبير في العراق وسوريا ومصر، ويعني تعيش مرحلة انتهاء المكان الكبير للمملكة في العالم العربي اليوم، هي في هامش الأحداث. أستاذ نبيل، ننطلق من واقع اليمن اليوم، أي واقع أرسته الشبكات عدن باليمن، وأي واقع أيضا عكسه اللقاء الذي جمع يوم أمس العهد السعودي مع ولي عهد أبو ظبي؟ هذا اللقاء هو محاولة لإعادة ترتيب ما مسرح أحداث جديدة، إهالة التراب على كل المرحلة السابقة، و وذر الرماد للعيون في وجه اليمنيين، على أساس أن الذي سيحدث هو نوع من الخلاف السياسي، ويمكن إصلاحه من خلال الحديث عن حوار. أنا باعتقادي الحوار سيكرس مزيد من الأزمة في اليمن، لأنه سيمنح شرعيات، يحاول منح شرعية لميليشيات لا علاقة لها بالدولة ولا علاقة لها بمؤسساتها ولا علاقة لها بالتعايش والسلم الاجتماعي. ما يجري اليوم في المناطق الجنوبية المحررة وخاصة عدن التي سقطت بيد الانقلاب الانفصاليين، هناك تطهير أشبه بتطهير للديمغرافيا، يعني وإعادة فرز الديمغرافيا من جديد من خلال اليوم بطريقة أو بأخرى. من قادت ضدهم السعودية حربا قبل 4 سنوات لحملهم السلاح والسيطرة على صنعاء، هو سيناريو جديد اليوم يطبق بعدد بجنوب اليمن مع الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات. الكاتب الصحفي نبيل البكيري، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول. شكرا أستاذ نبيل. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج الصباح. شكرا لك ليل. شكرا أنيا. إذن مشاهدينا، كنا طرحنا سؤال: ما هي الهواية التي لم تتمكنوا من ممارستها؟ ما رأيك؟ نقرأ بعض الإجابات، يلا نكتشف. إذن علي من الأردن: كانت لديه هواية ركوب الدراجات النارية وهواية الطيران الشراعي ولم يتمكن من ممارساتها. أيضا إيمان من العراق: تعايدنا وتعايد المشاهدين، شارك العام وانت حي بخير، وهوايتها هي القفز بالمظلات والجمباز. جميل. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخير، كنت أتمنى ممارسة التزلج على الجليد لكنني لم أحظى بممارستها. خالد محمد من السودان. وأيضا محمد هشام أحمد يوسف من السودان يقول أنه من الهوايات اللي ما قامش بها هي الرسم والتصميم وبرمجة الأشياء. طيب جميل، يعني هذا تقريبا الرسائل اللي وردتنا من الجميع، وربما عدة ناس كانت عندهم بعض الهوايات التي فعليا لم يتمكنوا من ممارستها، وحتى نحن من. انت اكيد عندك عدة هوايات، يعني دائما الانسان يكون عنده هواية ولكن مع الاسف لم يتمكن من ممارستها. اذا مشاهدينا، هواية ممنونة من تركيا كانت العزف على آلة الكمان منذ صغرها، لكنها حرمت من تعلمها، ثم تفجر حبها مرة أخرى بعد أن تخطت 60 عام. وهذا يخلينا دائما نقول أنه الإنسان ما يلزمش طموحاته تقف. كما حكيت ممنونة بليغا، خلينا نتابع حكايتها في أنا العرب. çalışısı vardı. Ben onu çocukluktan çok seviyordum. Çok arzu ediyordum ama olmuyordu. Gönderen olmadı. Ekoy yerindeydik. Bir şey yapamıyordun. İmkan yoktu. Babalar izin vermiyordu eskiden. Biliyorsunuz durumları. Çalıyorum hocalarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte çalmaya devam ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalmanın yaşı yoktur, herkes gelebilir. Bu sene böyle bu yaşta
kısmetmiş. Bu yaşta geldik çalmaya. Çalabildiğim kadar devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum. Gelsinler. جميل. نخبر المشاهدين سر انه انت ايضا الهوايه اللي بعد قد تشاهدون يعني فيديو لأمين بعد شي سنه بتكون تمرنت على اله الساكسفون ان شاء الله. موضوعنا التالي عن السوشيال ميديا، اذ يعاني اغلبيه مستخدمي تويتر من عدم زياده عدد المتابعين على حساباتهم، ويعود الامر لعده اسباب، منها استخدام المنصه بشكل خاطئ واحيانا من دون معرفه الاسرار. ولبعض الاشخاص اللي ربما من هوايتهم زياده المتابعين، نحن نعطيكم 5 نصائح اليوم لزياده المتابعين على تويتر، ولكن مجانا. يعرفنا عليها اليوم الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص في فقره السوشيال ميديا. عمر صباح النور. صباح النور. كل عام وانت بخير. بخير. إذا عمر نحكيه على زياده عدد المتابعين على تويتر مجانا. في البدايه ساعه، ما الأمر اللي إذا فعلوه مستخدمو تويتر يؤثر على حساباتهم؟ أول أمر هو ممنوع نحكي عن حالنا. بحسب دراسة أجرتها جامعة جورجيا الأمريكية على 500,000 حساب لمدة 15 شهر، بتقول الدراسة أنه ممنوع نحكي عن حالنا، وأي تويت تحكي عن شخص، شخصية الشخص، بقل تفاعلها 30 مرة من المحتوى، من الآراء والصورة والفيديو. للأسف في وحدة، بحسب الدراسة في 41% من مستخدمي تويتر بيحكوا عن حالهم. مثلا أنا بحب الهامبرجر، أوكي، يعني ما حدا بيهتم، فما فيك تحكي عن حالك بحسب هذه الدراسة، لأن بقل التفاعل 30 مرة. يعني عكس انستغرام تماما معني. صحيح. خلينا نبدأ بتقريبا كل النصائح. الاسم الوهمي يؤثر نوعا ما على حساب تويتر؟ طبعا اللي بده يكون عنده فولورز كتير، 10,000 فولورز، ما في يكون اسمه خليني ذكرى صعب انساك. ما في يعني. شفت هذه. بدي يكون اسمه واضح، البايو واضح، وين بيشتغل، هوايته، الصورة واضحة، صورة البروفايل، لأن الشخص اللي بده يعمل له فولو بده يفوت على بروفايله، يشوف محتواه، يشوف اسمه حقيقي، يشوف البايو، يشوف صورته لحتى يعمل له فولو. خلينا نعطيه 5 نصائح المتعلقة بزيادة عدد المتابعين على تويتر ومجانا طبعا. طبعا مجانا. النصيحة الأولى هي المحتوى الجذاب. ضروري يكون المحتوى جذاب ونوعا ما مستفز لإثارة الجدل، ويجبر المتابعين على تويتر يتفاعلوا معنا عبر ريبلايز، عبر ريتويت، عبر لايك للتويت. هدول ما الأشخاص العادية ما بيتفاعلوا إلا إذا كان محتوانا في سؤال، في شيء مثير لجدل، رأينا إكستريم، كل هول بيجبروا المستخدمين لا يتفاعلوا معنا. جميل. النصيحة الثانية، التفاعل تحت قاعدة ما بحط لايك ما بيجيني لايك، لا أضع لايك ما بيجيني لايك. حطول التفاعل على تويتر يأتي بتفاعل، بيجيب تفاعل. أنا إذا عملت لايك، ريتويت، ريبلاي، بيجيني تفاعل. أنا إذا دايما حطيت تويت وما عم بعمل لايك لا مستخدمين، المستخدمين ما حيعملوا لي لايك. يعني ما يتوقع أي شخص مستخدم على تويتر متلقي إنه يحط تويت يجي 10 ريتويتس أو يجي 20 لايك. أنت عم توضع لايك، أنت هيدي وهيدي القاعدة الذهبية إذا بدك تنطبق على كل منصات التواصل الاجتماعي، يعني ما عدا الببليك فيجر. يعني ببليك فيجر اوتوماتيك عندهم تراست فولورز، بيجيهم لايكات وريتويتات وشيرات. اما يعني شخص مستخدم عادي لازم يتفاعل مع المستخدمين او مع الفولوينج تعوله لحتى الفولورز تعوله يتفاعلوا معه. جميل. النصيحه الثالثه، النصيحه الثالثه، وضع
محتوى مترابط متكامل. يعني بمعنى بعود المستخدمين بحكمة بشعر يمكن بتيبس كل يوم انه عمر قصقص افترضنا كل يوم بحط شعر قبل ما ينام او كل يوم الصبح بيطلع بيقول صباح الخير بيحط كوتس معينة هاشتاج معينة الشيء مثير للجدل مشاركة سياسية بس بده يكون بتوقيت نفسه وعطول مرتبط. يعني انا اذا اكونتي متخصص بالصحه او انا مهندس كمبيوتر او انا صحافي كل يوم عود المستخدمين عندي موقف معين بهيدي الساعه هيك العالم تتعود علي ولكن ما تشكلش روتين او قلق لبعض انت مش عم تحط نفس التويت انت عم بتحط تويت مترابط اوكي يعني تيبس هيدي خلص تيبس هي مش كل يوم نفس التيبس بس انت كل يوم الفولورز تاعولك معودين والله انت بتحط تيبس او موقف. النصيحة الرابعة هي استخدام الهاشتاج. ربما هذه أكثر حاجة نعرفها أنه لازم تستخدمها بكثرة بتجيب لك أكثر عدد من المتابعين صح. أو أنه يشوفوها أكثر ناس صح ولازم نفوت بمشكل حنسمع كلام أحيانا ما يرضينا بس إذا شخصين عاملين مشكل تحت هذا الهاشتاج حط ريبلايز. في ناس حتقول أنت ما دخلك أنت كذا بس هيك حتلفت انتباه اللي عم بيشوفوا الهاشتاج او اللي عم بيشاركوا بالهاشتاج حيفوتوا على بروفايلك. اذا كنت مطبق الثلاث الخطوات اللي انا قلتها حيعملوا لك فولو. اذا كنت مطبق محتوى جذاب انت بتحط كل يوم تبس معينه بيجيك فولو من وراء الهاشتاج. عشان كل موضوع له هاشتاج على تويتر وكل موضوع او كل يوم في اشكال على تويتر تحت هاشتاج معين لازم نفوت نشارك فيه. النصيحة الأخيرة التفاعل مع المشاهير وجمهورهم. لازم الشخص اللي يجيب فولورز يتفاعل مع مع أي شيء أو موضوع معين طرحه فنان أو طرحه ممثل على تويتر وإذا جمهوره تفاعل مع هذا الموضوع أنا فوت وأتفاعل مع الموضوع وجماهير الفنانين كتير بتحب أشخاص يجوا يتفاعلوا معهم. ببعض الأحيان فيني كون ضد بس لازم أتفاعل مع المشاهير وجمهور المشاهير عشان عندهم فولورز كتير أكتف وأنا كشخص مستخدم بحاجة ل أكتف يوزرز بس لنزل تويت يعملوا لي ريبلايز يعملوا لي لايك يعملوا لي ريتويت. باهي عمر ولكن ما تلاحظش انه نوعا ما فكره استخدام او فكره النصائح هذه لزياده عدد المتابعين على تويتر يعطينا وقت اكثر انه لازم نكون موجودين على منصه تويتر بالاضافه ايضا الى ربما بعض الاشخاص لا تحبذ تقول لك انه شيء يوجع الراس انه علاش انا ندخل في مشاكل وعراك على تويتر بين الناس فقط للحصول على عدد متابعين. تويتر هي منصه تفاعل. الشخص اللي ما بيحب التفاعل اكيد ما حيكون على منصه تويتر. الشخص اللي ما بيحب يثير جدل ما حيكون على منصه تويتر. الشخص اللي ما بيحب الشهره او يكون انفلونسر بمطرح معين ما حيكون على موقع تويتر. نحن عم نحكي على الاشخاص اللي حابين يكونوا على منصه تويتر بس ما عارفين كيف يجيبوا فولورز بس ما عارفين كيف يكونوا اكتف يوزرز. نحن بهول النصائح اللي اعطيناهم اكيد في طرق مدفوعة اعمل بوست للتويت تاعيتي نفس الشيء على الفيسبوك نفس الشيء على انستغرام نفس الشيء على سناب شات بس هون الطرق المجانية صح بتاخذ وقت مش عم نحكي هذه باسبوع او بعشرة ايام لا نحكي نحن بشهر او شهرين بتلاقي عم نعمل بيلد اب للاودينس تاعولنا وبتلاقي بعد شهرين غير من اول ما بلشت وبعد سنه غير من اول ما بلشت. هول عم نحكي عن لونج تايم. ماذا عن الصور عمر بحسابنا على تويتر؟ ربما تختلف لانه مش كما فيسبوك او انستغرام. هل الانسان انه مش من المحبذ على تويتر ينشر صور متعلقه به اكثر؟ التويتر منصة لها علاقة بالحدث وليش منها منصة انترتينمنت. حدث الحيني ربما الحاجة اللي تصير بنفس الوقت صح. منها منصة انترتينمنت ترفيهية كفيسبوك وانستغرام وسناب شات. فيسبوك منصة حدثية وانية كمان لكن اغلبيتها انترتينمنت وهيدا اللي اعلن عنه مارك زوكربيرغ. هو قال انا فيسبوك منصة عائلية ترفيهية
ما قال منصة إخبارية. تويتر منصة إخبارية، كل زعماء العالم موجود على تويتر، صحيح. كل مشاهير العالم موجود على تويتر، أي حدا بده يعلن موقف ما بقى يطلع على الشاشة. حتى جامعات، جمعيات، أحزاب، كل شيء، كل شيء، دول، كل وزارات، أي حدا بده يأثر على مجتمع معين موجود على تويتر. فتويتر هو منصة إخبارية أكثر تفاعلية، مش انترتينمنت. يعني حمسني عمر انه انا ندخل الى مجال التويتر، مع انه انا عندي تويتر يمكن اخر تويت نزلته عنده سنتين عيدكم مبروك. ما تتردد الان، عن جد منصه حلوه. اول ما يفوت الشخص حيحس حاله عم بيحضر ماتش فوتبول بلا جمهور. شوي شوي بيصير حد جمهور وبيحضروا سوا الماتش. جميل. به الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص، شكرا لك على معلومات والنصائح المفيدة إلى موقع تويتر. أكيد نتمنى أن كل المشاهدين يكونوا استفادوا من العلم. شكرا لك. الآن مشاهدينا سننتقل إلى سلطنة عمان وزيارة إلى شلال عين تبرق، نتابع. هي المشهورة في مكان السياحي في محافظة ظفار، انها نبع شلال من العين نفسها من الجبل. يزوروها كثير من السواح ليشوفوا الشلال المائي، وهذه كانت مورد قديم لأهل الجبال. كانت مورد قديم لأهل الجبل، كانوا ينزلون أصحاب الجبل من الجبل يأخذون الماء ويرجعون إلى الجبل مرة ثانية ويشربون ويوردون إلى العين نفسها. والحين هي معلومة سياحيا بكثرة الزوار اللي يزورونها يشوفوا الشلال عين الماء ويشوفوا العين الثانية اللي هي بجنبها عين طبرق. هو الارتفاع تقريبا 300 متر ارتفاع الشلال اللي ينزل الى من الفوق، والعين هي اساسا فوق داخل الجبل وتجي مثل السيل لين توصل الى الشلال نفسه، وهذا مجراها لهنا يوصل الى السهل تحت. لا، الشلال هو عباره، هي كانت دائمه، العين كانت دائمه لان كان في مطر كثير، بس السنوات الاخيره بدات عين على تبدا على الموسم على حسب المطر، والموسم يبدأ من تاريخ 21/6 وينتهي إلى 21/9. والله في أشجار اللي هي شجر التوت، في شجر التوت البري هذا، وفي أشجار للدواء للعلاج يستخدموها الناس قديما كعلاج للجلد أو للتسمم أو للحكة أو للجرح. فقراتنا مستمرة في صباح النور، ولكن بعد هذا الفاصل. وصلنا إلى القسم الأخير من صباح النور، أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونبدأ هذا القسم بخبر طريف مع أمين. صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، وخبرنا لليوم عن سيارات الأوبر لإنقاذ الطيور. شاهد رجل طائر الحسون الصغير يسقط من السماء، ولم يكن لديه القدرة على القيادة نظرا لأنه كان غائبا عن الوعي إراديا بسبب تناوله إلى كميات فاقة الحد المسموح به من المشروبات الكحولية، فاتصل بشركة أوبر لنقل الطائر المصاب إلى مركز الإنقاذ. وبحسب ما ورد في صحيفة الاندبندنت أن تيم كراولي كان يشرب مع أصدقائه في شرفة المنزل عندما رأى هذا الطائر الصغير يضرب الأرض،
رفض السائق الأول الذي ظهر الطائرة الصغيرة في السيارة، ووجد أن الطلب غريبا للغاية، ولحسن الحظ وافق سائق آخر وهي السائقة كريستي جين التي وضعت الطائرة في صندوق صغير مع أوراق وقالت كانت الضجة الوحيدة هي النقيق، وأعتقد أنه كان سعيدا عندما أغلقت مكيف الهواء وقللت النوافذ قليلا. ومنذ وصول الطائر الذي يبدو أنه صار يحمل اسم بيتي أوبر، تم تسليم طائرين آخرين إلى مركز إعادة تأهيل الحياة البرية من قبل أوبر، حيث توقع فريق العمل أن ذلك قد يكون بداية إلى ظاهرة إنقاذ الطيور. ما رأيك بقى؟ يعني حقيقة ما بعرف إذا الخبر يعني مضحك أم مثير عاطفيا. هو لا شك مثير عاطفيا، لأنه رغم اللي خبرتنا إياه أنه الرجل كان في حالة تشبه حالة السكر، ولكن وعيه العاطفي والإنساني كان حاضر وخليه أنه يحاول إنقاذه أكثر من مرة. فحلو كتير هذا الخبر، إشارة إلى أنه في الولايات المتحدة خاصة في مناطق مثل يوتا بيكون في كتير بيشهدوا هيك حالات مع يعني كثرة الغابات ووجود عصافير، كتير بيشوفوا هيك أشياء. فإيه لما لا تكون بدأت حالة أو موجة لإنقاذ الطيور. وكما ذكرت أنه الناس تفاعلت بشكل كبير في الولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الخبر تحديدا، وحتى أنه طالبوا لما لا أنه كل شركات الأوبر تصير تهتم تلقائيا بكل جميع أنواع الحيوانات ربما اللي قد تعاني من مشاكل معينة وتكون موجودة على الطريق، لما لا أنه يكونوا هما أول من يهتم بهذه. فجميل. إذن مشاهدينا، احنا ما زالت أخبارنا أكيد بطبيعة الحال متواصلة، مواضيعنا كيف كيف أيضا متواصلة، ودائما نحاول أن ندوكم بأخبار ربما قد تكون بعض الشيء غريبة طريفة، ولكن هذا ما نأمله أنه دائما يكون موجود. الآن عودة إلى مطبخ صباح النور ومحصلة اليوم مع الشيف راسم. أهلا وسهلا طوني، اليوم يعطيك العافية، أنت ضبط الروزيتو. أمين. مضبوط. عملنا الروزيتو بالفطار، ضفنا البصل مع الفطار مع الثوم مع الكرات، وضفنا الرز الأوربوريو مع المرقة لحتى تطلع عنا روزت كتير طيب. السلطة حمصنا كمان التوست مع جبنة البارميزون وشوية زيت زيتون، وحطينا كمان زعتر الأوريغانو، والبندورة تبلناها في زيت الزيتون وعصير الحامض لحتى طلعت معنا أطيب سلطة. جميل. إذا أطباقنا اليوم جاهزة، وأكيد مشاهدينا جربوا أنه استفيدوا من هذه الوصفات، واللي مالي أنه تجربوها في دياركم وتتواصلوا معنا تعطيونا آرائكم كيفاش طلعت معكم بطبيعة الحال، حتى لما لين تبعثونا صور يعني. بكل تأكيد إلى الهند الآن لنرى كيف تتحضر العروس ليوم زفافها، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. بالنسبة للهنود فإن حفل الزفاف يبقى دائما حدثا مهما للغالبية. جميع الطقوس الخاصة بالزفاف تعد مقدسة للهنود. اليوم هو حفل زواج شقيقتي، وسيكون الزواج بين عائلة سندية وعائلة بنجابية، بالتالي ستجتمع تقاليد وطقوس العائلتين وفق القانون. في الهند أعتقد أن من أولى خطوات الزفاف أو أكثرها تطبيقاً في البداية هي ذهاب العروس إلى الشاطئ، وتكون عائلة العروس حاضرة أيضاً. بعد ذلك تنتقل إلى مكان الاحتفال، وهناك يتم تبادل ضفيرة الزهور بين العروس والعريس. با
بعد ذلك تبدأ الطقوس الرئيسية، وأحدى أهم الطقوس هي أغنية تؤدى ويتم شرح معانيها للعروسين وتعني الأرواح السبع. عدنا إليكم مشاهدينا بعد هذا التقرير من الهند. طبعا تحدثنا على العروس الهندية والجمال، الآن عنا موضوع عن عارضة أزياء. صحيح، عارضة أزياء مشاهدينا عمرها 19 عاما، هي جميلة ذات قوام ممشوق، تميل للسمرة، جذابة، عدد متابعيها على إنستغرام 1.6 مليون، ولديها صديقان أحدهما يدعى بلاوكو، ولديها أيضا مشاكل وهموم عائلية، لكنها ليست من لحم ودم. إنها ليل ميكويلا، شخصية افتراضية تم تصنيعها وفقا لأحدث البرامج والتقنيات التكنولوجية لتبدو تماما كإنسان حقيقي، حتى أن لديها بشرة جميلة مغطاة بالنمش لتبدو مميزة. ظهرت شخصية ليل على موقع إنستغرام عام 2016، تبعها مئات الألاف في الأشهر الأولى بسبب إطلالاتها الساحرة طبعا، والتي باتت مصدر إلهام للكثيرين، وحقق مبتكرو هذه الشخصية أي شخصية ليل أرباحا بقيمة 125 مليون دولار بحسب موقع بي بي سي. فهل العالم مقبل على اللجوء إلى شخصيات افتراضية في مجال الإعلان والدعاية للملابس؟ الإجابة ربما تبدو نعم. يعني أمين، بمجرد دخولنا نحن إلى العالم الافتراضي نبدأ بيمكن شوي الانفصال عن الواقع والتغير، فكيف لو صار أيضا يعني البلوجرز أو الانفلونسرز والمؤثرين على الواقع مواقع التواصل الاجتماعي هن أيضا شخصيات افتراضية، هذا حتى الشيء ربما هو خطير جدا. ربما حتى هو مجموعة من الأشخاص تخلق شخصية افتراضية أو تخلق شيء مش موجود، حتى في عالمنا العربي موجود البعض منهم ولكن ليس بنفس الطريقة، كحساب يجمع يكون أنه يؤثر على الجميع، وبطبيعة الحال أنه يكون عنده معناها تأثير كبير على الناس ومدخول مالي يعني كبير بأحجام وبأرقام خيالية. صحيح. نبقى في جو عنده علاقة بالتجميل مشاهدينا، وهي فقرتنا الختامية. نعم أمين، سنتعرف خلالها على طريقة اختيار المكياج للإخفاء التجاعيد عن الوجه مع خبير التجميل نبيل مخول في كحل عربي. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. يعني بدنا مكياج نصير مثل ليل. أكيد. الوجه الأملاس يلي خالي من أي تجاعيد. إيه بس ولكن كمان في شغلة إنه هون بدنا نشوف إنه قد إيه مستعملة فلترز بالصور. نعم. على كل حال يعني هو تحدي أمام المرأة الناضجة أن تخفي التجاعيد. شو أول شيء نحن بحاجة؟ يعني بدك تحضر البشرة. في شغلة أكيد بدنا نحضر البشرة مثل ما لازم، هون عم بستعمل أنا سيروم الكولاجين، الكولاجين هي المادة اللي بتعيد النشاط للعضلات بالوجه. نعم. يعني نحن بس نحطها على سطح البشرة خلال عملية وضع الكريم الصحنة الفونديشن. منلاقي انه هالبشرة عم تتنفس كتير مرتاحة وبنفس الوقت التجاعيد رطبة، مشان هيك ما كتير بتتأثر بالفونديشن. هلا كمان دايما نحن بنشوف عند السيدة انه بتستعمل الباودر اكتر ما بتستعمل الفونديشن. الباودر هي بتعطي كتير جفاف للبشرة. نعم، يعني كريم الأساس يكون بودرة وما يكون سائل. هلا عادة هيك السيدة بتعمل، نحن اللي بدنا نعمله بدنا نستعمل السائل لأنه السائل هو بيعطينا طبقة كتير خفيفة على البشرة. هلا أنا عم بستعمل كريم إضاءة لأنه بنعرف نحن شغلة إنه الإضاءة هي بتعطينا حجم أكبر على الكاميرا وبالعين المجردة، مشان هيك أنا ببعض المناطق بنلاحظ إنه بس يصير في شوية ترهلات بالبشرة بنشوف انه المنطقة اللي هي على راس الخد هون صارت واطية شوي صغيرة، مشان هيك بس حط انا هول لمسات الإضاءة من هون، بكون بهالطريقة عم خلي
الوز يبين منور أكثر ويعطي الضوء إلى المناطق المعينة اللي بدنا نظهرها بشكل أكبر. 100% منشوف إنه هلا السيدة أمل هون تزعيدة منا كتيرة مشان هيك هيدا الشيء مساعدنا أكثر. هلا هون بتلاقي في كتير أشخاص بيصير في عندهم هيدا الهبوط صح مشان هيك طيب بعض الأشخاص بيلجأوا إلى توزيع هذا الكريم كريم الهايلايتر أو الإضاءة على كامل الوجه قبل الفاونديشن. هيدي الشغلة ما كتير أنا بوافق إنه عليها لسبب كتير يعني واضح إنه بصير البشرة بتبين كأنه مزيتة كأنه منا صحية كأنه فيها أفرازات كتيرة. هلا أنا لاحظة أنه خلطت لونين من الفانديشن، خلطت الفاتح وخلطت اللي هو لون بشرتها، لأنه في شغلة دايما إلا نحن الألوان الفاتحة هي بتعطينا حجم أكبر، يعني ساعة التجاعيد بتبين أنه أملس على الوجه، ولكنك عم تحولهم للون واحد. عم حولهم للون واحد حتى يكون في عندي لون مركب حسب لون بشرتها. نحن قبل الهوا حطينا شوية ميك اب على العينين وعلى الشفاف حتى ما نطلعها كتير بلا ميك اب، يعني هذا الشيء بيفقد من رونق الوجه. دايما ما بدنا ننسى انه بدنا نمد على الرقبة، لانه بس نوحد اللون ساعتها العين المجردة بتشوفه كله مساحة واحدة خالية من التجاعيد. يمكن منطقة العيون هي أكثر منطقة بتفرجينا قديش بنكون تعبانين أو غير تعبانين، قديش في إشراقة الوجه والنشاط والشباب أيضا. قدي دور الكونسيلر أو مخبي الجيوب تحت العين مهم؟ كتير مهم. يعني في شغلة بتخيل يمكن إذا بدنا نحكي عن الكونسيلر مصحح الهالات يمكن بدنا حلقة حتى نحكي عن مصحح الهالات، وإن شاء الله قريبا جدا يعني بعمل حلقة عن هذا الموضوع، لأنه الألوان كتير بتأثر، ممكن يعطي مفعول عكسي إذا ما كان اختياره سليم أو طريقة يعني وضعه سليم. يعني في شغلة إنه دايما وقت بدك تخبي بتستعملي كونسيلر بلون البيج، ودايما وقت بدك أنت تعطي إضاءة بتستعملي بلون العاج. هلا في شغلة إنه في حال كان عنا جيوب، الجيوب هي بارزة، حتى نخبيها أكتر بدنا نحط لون غامق من الكونسيلر. نعم. يعني في شغلة هلا نحن رح فرجيك إياها، إنه بتلاحظ إنه بهيدي المنطقة عندها شوي صغيرة من الجيوب، مشان هيك أنا ما عم بستعمل الكونسيلر الفاتح، عم بستعمل الكونسيلر اللي هو ميديوم اللون، عم بستعمله على الخط اللي هو محدد لي الجيوب، لأنه بهيدي الطريقة أنا بس هون هيدا الخط طلعه لبرا بيصير هيدي المساحة وهيدي المساحة متساويين. أوكي. وكتير في طرق لوضع يعني الكريم اللي بيخفي الهالات، في أشخاص كتير بينزلوه لتحت على الخد، هلأ ما بيناسب المرأة الناضجة. المرأة الناضجة دايما بتحسي انه من هون الخد بعده ظاهر، بس بتحسي انه صار في عندها الجيوب تحت العين، بتشوفي انه من هون في عندها شوي داخل لجوا، مشان هيك اذا في حال نزلت الكونسيلر لتحت بتكون انت برزت الخد اكثر، وهذا الشيء ببين ساعتها انه الوجه في ترهل اكثر. اذا بنكتفي بمنطقه تحت العين، المنطقه تحت العين ومش دغري تحت الرموش. نحن لاحظه انه عم نعمل هيك بطريقه التربيط على هذا الخط اللي هو هلا تقريبا صار شبه منه مبين. نعم. وطبعا ما بدي ننسى شغله انه بدنا نرجع نوزع الباقي منهم حتى يكون انه اللون متدرج بطريقه كتير مضبوطه. هلا عم بستعمل. طيب بالنسبه للهبوط جنب الانف ما بتحط عليه كونسيلر؟ رح احط عليه كونسيلر بس لون افتح، لانه هو بحاجه لاضاءه اكثر. لا كده هلا انا اللون الافتح. اللون الافتح. اوكي. وبنفس الوقت كمان المنطقة اللي هي بين الحواجب وكمان نمشي بخط هيك شوي صغيرة حتى يكون في حال عنا اختلاف من ناحية الحواجب نكون بهذه الطريقة صلحناهم. متى نلجأ إلى وضع اللون الأفتح تحت العينين؟ تحت العينين وقت اللي بيكون في عنا المنطقة اللي هي داخلة لجوا، يعني بتشوف في أشخاص عندهم تجويف، يعني كيف وقت كنا عم نعالج موضوع العين الغائرة. نفس الطريقة بيكون في عندهم إياها من تحت. أوكي.
عن جد عم بتعلم أنا شخصيا مثلا من الأشخاص اللي بيعرفوا يوضعوا بعض التقنيات لوضع الميك اب، ولكن عم بتعلم معك أشياء كتير. يلا كل حلقة لازم نتعلم شيء. بقينا حوالي دقيقة لحتى نعرف شو أهم الأسرار أيضا لإخفاء التجاعيد. يعني لاحظي شغلي هلا كيف تغير شكل الوجه، بتحسي صار في عنا بهيدي المنطقة النظرة صارت مرتاحة أكثر، يعني في حال كان في عنا عم شوف نضارة يلي هي تلقائيا بتبعدنا عن الشيخوخة شيخوخة البشرة. هلا في شغلة إنه دائما الأشخاص بيقولوا لك إنه بس نحط تجاعيد بس نحط باودر بتبين التجاعيد كثير. أنت خوفتنا من البودرة من الأول. ما هي مشان هيك أنا بالفرشاية الكبيرة أنا بحط بعض البودرة على الفرشاية وبوزعهم على جوانب الوجه. بس وزع البودرة على جوانب الوجه بنشوف إنه بهذه الطريقة اللمعة اللي موجودة بوسط الوجه منا مئزية. كمان بنفس الوقت إنه بتعطينا مثل صحة للبشرة أكثر. بس نبيل عادة التي زون أو هي منطقة التي وسط الوجه هو يلي منحبذ إنه نضع له البودرة. 100% بالبشرة اللي في عندها شوية تجاعيد نحن أفضل ما نستعمل على التي زون لأنه هي منطقة بتكون هي صارت جافة مع العمر. أوكي. هلأ في شغلة حتى أعطي بعد أنا ارتفاع للخدود رح استعمل بعض من الهايلايتر على راس الخد. إذا ما رح تكتفي بالهايلايتر يلي حطيته قبل كريم الأساس. 100% هون حتى أنا أبرز أكثر الخد. من بعد ما حط الهايلايتر برجع بوضع شوي صغيرة من البلاشر. طيب إذا كان الخد مثل ما قلت لنا لدى المرأة يعني المتقدمة في السن بارز أكثر من العادي وما بدنا نبرزه. منحط الهايلايتر منحطه بس على هيدي المنطقة اللي هون حتى نرجع نعيد ارتفاع الخد. نرجع بعدين بس نحط البلاش ما منغمق لون البلاش لأنه نحن بس عم نحط البلاش على الكونتور تبع الوجه اللي هي المنطقة هون. ما بعرف قد مبين على الكاميرا ولكن عن جد كتير حلو، كتير بسيط وكتير سهل. يعني بهيدي الطريقة بتكون نحن انه فرجينا انه بعد البشرة الصحية ركزنا على المنطقة الوسطية بالوجه حتى نضويها أكثر. طيب بين في إشراق بالوجه بنفس الوقت كل شيء فيه غامق على الدائر بيكون عملنا كونتورينج للوجه حتى تبرز تفاصيله. كل الشكر لك خبير التجميل نبيل مخول وشكرا جزيلا أيضا لك. إذا مشاهدينا مع هذه الفقرة نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للمتابعة. شكرا وعد، شكرا أيضا لضيفك، وشكرا إلى كل المشاهدين اللي تابعتونا اليوم. بقية نهار ممتع إن كنتوا بمكان عملكم بالبيت أو أنه بعطلتكم، المهم استمتعوا وحتى ببرامجنا أيضا. إلى اللقاء. بدي أشوفهم شو